يا جماعة ما هليت ولا رحبت فيكم، أقول لكم نايمة نايمة مرة، ماني في مش في المود، بس يعني مو مصحصحة. الحل اللي بسوي لكم إياه، تستخدمون بسكوت الجوزة أو بسكوت الشوكولاتة، هذا موجود في كل سوبر ماركتات تقريبا، من بند أخذناه، أو إذا ما عندك عاد بسكوت الشاي، بس الأطعم بسكوت شوكولاتة أي نوع يعني. دريم ويب وقشطة وظرف كابتشينو أو لاتيه، أي شركة موجودة عندك. إذا ما عندك نسكافيه بس يكون ناعم بودرة، كريمة خفق وقشطة، هذا اللي حق وهنا حليب مذوب فيه نسكافيه، هذا اللي حق الحلا. بعدين التغطية بتكون شوكلت شيبس هيرشي وكريمة. تعالوا يا جماعة نحط المقادير كلها، طبعا خلاط كبير على مقاديري بس ما عليه. كريمة الطبخ تكون باردة، ظرف اللاتيه أو الكابتشينو والدريم ويب، ونخفق على أعلى سرعة علشان تتكثف معاكي الكريمة. هذا كريمتي خلصت، شوفوا قوامها، إذا باردة كريمتك بتحصلين على هالقوام. طب بنخليها على جنب ونبدأ نشتغل. عندي هنا بسكوت الجوزة، راح نغمسه في الحليب مع النسكافيه أو بسكوت الشوكلت ونصفه. خلني أصفصف كل شيء وأرجع، في بعضه انكسر نصين بس هم بحطه ما يأثر. يا جماعة بحط طبقة خفيفة من الكريمة، مش كثيرة، الطبقة تكون خفيفة، وبحط طبقة ثانية من البسكوت وطبقة ثانية من الكريمة وطبقة من البسكوت وهكذا لين تشوفين كم آخر طبقة تكون سميكة من الكريمة، ندخلها الثلاجة تبرد تماما، بعدين نسوي لها القناش اللي بنحطه فوقها. خلي أكمل هذه وأرجع. زي ما قلت لكم نرجع نكرر الطبقات. يعني شوفي ثلاث طبقات أربع طبقات قد ما تحبين. هاي الطبقة الثانية نحط عليها كريمة ونكمل لين نخلص، لما خلص برجع لكم. خلصنا بنات، أنا سويت أربع طبقات، آخر طبقة خلي كريمتك كثيفة وضبطيها ودخليها الثلاجة، لازم تبرد مرة تمام عشان نحط عليها القناش، يعني القناش بحطه معاكم بعدين آخر شيء، يعني مش في الليل بس إن شاء الله قبل عشان بعد يتماسك في الثلاجة. والآن إلى الثلاجة ونريح شوي، اكتب لكم المقادير ونريح شوي بعدين نجهز سلطتنا. نكمل حلانا يا جماعة، هنا حطيت الشوكولات والكريمة راح أذوبهم الآن، وبعدها طلع الحلا وصب عليه. هنا يا جماعة الكريمة حقتنا راح نصبها على الحلا، خلني أصبها وأضبطها وأرجع لكم، من المعرفة أصب وأضبط وأصور. راح نزينها بفليك او شرايح شوكولاته اللي ودك. طبعا الفليك انا عندي اسهل حل، طبعا الفليك ما شاء الله تبارك الله كلو عيالي، وزين اني انتبهت وكان زوجي كنت مرسلته يجيب اغراض حقت ناقصتني يعني للسلطه، رمان وما اعرف ايش شغلات جرجير وكذا. الحين الحين بنسوي سلطتنا بس نخلص هذا، كويس اني انتبهت قبل لا يطلع، ولا لو طلع كان قاعد تبشر شوكولاته. بسم الله عليهم الحلويات حقت المحلات وكذا ما ياكل لونها، بس كيت كات سنيكرز تويكس الشغلات هذه توكل. خلاص بندخلها الثلاجة، وإن شاء الله جلسة التصوير لما نقطعها تكون طبقات كذا شكلها زي الكيكة، أحسها يعني أصلا شكلها من الريحة والنكهة مرة يامي، خاصة ريحة الكافي. طيب خلنا أجهز السلطة، قطعت بس ناقصني كم غرض أجهزه.